عارف لما تبقى لسه عيل صغير وتلاقي في حد جاي يرخم عليك في اخر الشارع ويقعد يقول لك انا هعمل فيك وانا هضربك وانا هعمل، بتيجي عامل ايه؟ الموضوع بسيط، بتروح تشوف الكبير بتاعك وبتقول له يا باشا انت صاحبي وحبيبي والدنيا كلها. بالظبط ده اللي ام بي سي مصر عملته، شافت ان مرتضى منصور و طارق سعده رئيس نقابه الاعلاميين عاملين معاهم مشكله، فراحوا عاملين حاجه بسيطه. انت يا عم مش بتعترض على برنامج رامز، انا هنزل لك كده في نفس ميعاد برنامج رامز حاجه كده عن حواديت العساكر وحواديت الجنود، ولو راجل بقى اعرف اوقف برنامج رامز. انا كده وصلت للكبير، عايز مني اي حاجه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت من الناس اللي لسه ما شفتش الاعلان او موضوع الجنود اللي على قناه ام بي سي مصر الساعه 6، فالموضوع فايتك، لان في حاجات جميله جدا بتتقدم فيه، وفي حاجات برضو ابداعيه من اداره ام بي سي مصر اللي شافت ان في لغط كتيره جدا شغال حوالين برنامج رامز جلال، مش نفس اللغط بتاع البرنامج مفبرك وكل سنه، لا ده بقى في اتنين عايزين يبينوا ان احنا محتاجين نصدر حاجات كويسه للاطفال، والاطفال محتاجه تشوف حاجه نظيفه. مين بقى الاتنين دول؟ مرتضى منصور واحمد موسى. اللي هم لما انت بتشوفهم اساسا بتعرف ان خلاص يعني مفيش فايده ومفيش امل في اي حاجه في الدنيا. الاثنين دول ظاهرين على الشاشات، والاثنين دول بيطرحوا قضايا الشعب المصري بوجهه نظرهم، فخلاص احنا في نهايه العالم يا حبيبي. تخيل بقى ان الاثنين دول دلوقتي شايفين ان رامز جلال خطر على المجتمع المصري، وان برنامج رامز جلال بيشكل مشكله، ورامز بيحتجز الضيوف والرهائن، وكانه البرنامج مش انترتينمنت، ولا كانه مثلا برنامج مقالب، وثلاث ارباع برنامج المقالب في العالم كله فيك، ورامز الوحيد مثلا اللي هيبقى جاي يعني يحتجز الرهان والكلام ده. انا معاك ان حلقه رامز جلال امبارح مع حمدي المرغني جمعها تقيل وبايخه، لان هو فعلا يعني ما احترمش ان حمدي المرغني راجل طيب راجل غلبان، وقعد يبهدل فيه وعمل معاه حاجات ما كانش يجرؤ ان هو يعملها مع النجوم اللي كان موجوده معاه في بدايه الحلقه. بس هو ده طبيعه رامز جلال في برنامجه مع الاسف الشديد، ان هو بيستهتر بالنجوم اللي ما عندهاش شعبيه، بيستهتر بالشباب اللي لسه طالعه وبيعمل فيهم حاجات غريبه جدا، وممكن كمان دول اللي ما يكونوش عارفين بحقيقه المقلب، عكس النجوم الكبيره وعكس الناس اللي هو اصدقائه اللي بيجوا يهزروا مع بعض. انما الغلابه امثال حمدي المرغني ممكن ان هو يكون بيبهدل فيه براحته وعادي. فانا مش مع برنامج رامز جلال، بس برضه مش مع ان مرتضى منصور واحمد موسى هم اللي يصدروا لنا ايه الصح وايه الغلط. بص مبدئيا نتفق على حاجه، انا من الناس اللي شايف ان برنامج رامز جلال السنه دي دمه تقيل جدا وبرنامج سخيف جدا، بس مش معنى كده برضه ان لا احمد موسى ومرتضى منصور هم اللي بيحاولوا يفرضوا وجهات نظرهم، هم اللي بيحاولوا يوجهوا الناس لشريحه معينه اتفرجوا على ايه وما اتفرجوش على ايه. لا، ما هي دي مشكله كبيره جدا. سيبك من البرنامج سخيف وان البرنامج دمه تقيل وان البرنامج فيك وكل الهبل الكتير ده، بس فكره ان انت تحاول توجه الناس لحاجه دي الموضوع صعب جدا. يا جماعه مسلسل الاختيار مسلسل ممتاز جدا، والفنان امير كراره وثلاث ارباع الكرو اللي معاه ناس بيقدموا شغل كويس جدا، الناس شايفاه والناس مش محتاجه ان انت تقعد توجهها ليه. يا جماعه سيبوا الناس تتفرج على اللي هي عايزاه، طول ما انت بتحاول توجهه لحته معينه وتطلع لي الشيخ الحبيب علي الجفري يقول لي اتفرج على مسلسل الاختيار، وكان المسلسلات في رمضان مش حرام يا عم الشيخ ولا اي حاجة. يا جماعه المسلسل كويس، ما تكرهوش الناس في المسلسل من قبل الناس ما تخش تتفرج عليه. يا جماعه الترويج اللي انتوا عمالين تعملوه اوفر قوي للمسلسل ده خلى ناس كتير قوي تعزف عنه، مع انهم محبين امير كراره. اللي انتوا بتعملوه ده دعايه عكسيه، انتوا مش قادرين تفهموا طبيعه المصريين لحد دلوقتي. المصريين لو انت عاندته في حاجه هيخش في كافيه، يعني مش انت عايزني اتفرج عليه، والله ما انا متفرج عليه، هو هيمشي معاك كده. سيبه يا عم يختاره، في الاخر هتلاقي ان هو بيروح لوحده كده على المسلسل اللي انت عايزه يروح عليه. فمش معنى كده بقى انك تقعد تبوظ له كل حاجه في الشهر الفضيل، وحتى رامز جلال تقعد تقول البرنامج عليه فيك. انا عارف ان المشهد مهتم منصور صعب جدا جدا ان هو يبقى قاعد في البيت وشايف ان في حاجه كده في الاعلام موجوده وهو ما بيتكلمش فيها، ما يعرفش يعيش بدون كاميرات خالص، ما يعرفش يعيش بدون ما يطلع يشتم في حد، ما يعرفش يعيش بدون خناقات، حتى لما ما لقاش خناقات في الكوره راح بيتخانق مع المحامي بتاع رامز جلال. يا جماعه الموضوع بقى صعب جدا، فكره تحمل الناس دي فتره طويله في الاعلام الموضوع بقى صعب، فدلوقتي كمان بيطلبوا مننا ان احنا نعمل ايه وما نعملش ايه، دي بقت كارثه ودي بقت مصيبه كبيره. يا جماعه اللي احنا بيحصل معانا في مصر ده حاجات غريبه جدا، ارحمونا من اللي احنا بنشوفه، ارحمونا من مرتضى منصور، وارحمونا كمان من احمد موسى. سيبنا من احمد موسى لان راجل يعني خلاص الموضوع عدى بالنسبه له كل المراحل، اما مرتضى منصور فالموضوع بقى صعب، راجل بيشتم كل الناس. الموضوع مش سهل زي ما احنا فاهمين، الموضوع صعب جدا. الموضوع فكره ان انت تحمل مشوار مرتضى منصور في الكوره وان هو سرطان بيدمر كره القدم فكره تانيه، وفكره ان هو يتدخل في حياه الناس والناس تتفرج على ايه والناس ما تتفرجش على ايه دي حته تانيه خالص، وده ليفل جديد من مرحله السواد الاعظم اللي احنا بنشوفه مع مشوار مرتضى منصور. انا بتمنى ان مشوار مرتضى منصور اصحى من النوم يلاقيه مش موجود في عالم كره القدم، ان الراجل عمال يدمر في الدنيا، والراجل بيقف مع هانا بوريده لمجرد بس ان هانا بوريده هيضم امير ابنه معاه في القايمه، يعني مش بيقف مع هانا بوريده علشان خاطر مصالح الكره المصريه.
استغفر الله العظيم، ده هيقف مع هاني بوريدا علشان خاطر هاني بوريدا هيضم ميرو معاه في القايمه. فانت بتتكلم على ناس صعب جدا جدا ان هي تكون عندها خوف على الاطفال وخوف على الحاجات اللي الاطفال تشوفها وخوف على الاطفال اللي هتقلد ايه. طب ما كنتش بتعترضوا ليه على مسلسلات محمد رمضان ولسه ما بتعترضوش ليه على مسلسلات محمد رمضان؟ هي دي برضه الاطفال بتشوفها، وبرضه مش الاطفال بتشوف كميه القتل وكميه السرقه وكميه الاخوات اللي مش طايقين بعض في المسلسلات بتاعته، ولا الموضوع عامل ازاي؟ ما ترحمونا بقى يا جماعة، ارحمونا. عايزين تاخدوا فلوس من رامز قولوا الموضوع تاني. ام بي سي لمت الموضوع زي ما انا قلت لك في البداية كده، لان ام بي سي عارفة انت هي بتكلم مين كويس، وعارفة الموضوع مين اللي هيخلصه في البلد دي. فسابت مرتضى منصور وسابت طارق سعدة يعملوا اللي هم عايزينه، والبرنامج مش هيتوقف، وهم الاتنين هيفضلوا يطالبوا بوقف البرنامج لحد ما الشهر ما يخلص، وبعد كده ام بي سي هتقول لهم الموضوع صعب، انا صارف كتير جدا على البرنامج. ورامز جلال مستحيل ان هو يكون بياخد الكلام اللي مرتضى منصور بيتكلم فيه ده، الا لو مرتضى منصور عايز يحبس رامز جلال. يعني ايه 100 مليون او 120 مليون في برنامج 30 حلقه؟ ده مرتضى بيهرج خالص، ده مرتضى عايز يودي رامز ورا الشمس فعلا والله. فكان الله في عون رامز، لان هو اللي هيتحط عليه الفتره دي، وكان الله في عوننا جميعا، لان احنا بنتحمل وباء وفيروس زي المصري مرتضى منصور وزي احمد موسى، وربنا يكون في عوننا ونعدي كل اللي احنا بنسمعه ده على خير ويسر وبركات، ولم تخسر شيء ان دعمتنا وعملت لايك وسبسكرايب، لان انت عندك السعاده تقعد تتفرج على مشادات مرتضى وشتيمه مرتضى للناس، مش هيبقى عندك السعاده تتفرج على الخمس دقايق اللي انا بهبد لك فيهم دول يا اسطى. مش عارف والله الناس هتغير.